تمر يقول له تمر وشعير. ايه وعطاه لهم وصل ولا اعطاه لهم وصل. ايه دسوا الوصل هذايا وقعدنا كيعات في ال 53 باخير 53 جماعه تاع الكوريا اللي هربوا من تاع الكوميتي ريفولوسيوني في ذاك الوقت يدوروا على سلاح. اطلب مليون في المكحلة يعطوها لك ساعتها مليون كيما 100 مليار درهم. سمعتني ما لقاوش السلاح وما لقاوش الامور وكذا كانوا يخدموا. من جمله الطاهر من الشايب كان يبيع لفريبري الكتان الكسوة القديمة هذه يجيبوها له وكذا ذيك ويبيع فيها وداير حوينات في الجزائر. سمعتني يبيع في لفريبري ويبيع في الامور وكذا ذيك. اتصل بجماعة يعرفهم زين في فرنسا بداو يلقطوا في المكحل تاع القيرة العالمية ثاني يلقطوا زين تطريف وكذا ذيك ثلاث صناديق ورسبوهم له في التراب. قابلتهم كله في التراب في الجزائر كيف كي دخلت في البابور جابهم ودخلهم. قابلت من فرنسا وكذا ذيك بحثوا زي لقاو الطاهر رفدوه. كي ردوها ومحسوبة يعود كوندانيا مورا فيها قاعد يتم. في ذاك الوقت جاء الخبر اللي تجيني هنا تجيني كان مير تجيني خمم خمم لقى المسلقة على طريق وش يقولوا الأمير عبد القادر بنو في ذاك الوقت بنو ولا خالد. بنو ولا ولا حفيده ولا بن بنو بن بنو ولا بنو ولا أي خالد الأمير خالد ما أعرف الأمير خالد شخصية كبيرة قاعد في ذاك الوقت راح منا الى امير خالد ودلو ثقه معاه. ايه كي استقبلوه كذا قالوا وريني وينه انت وينه واش جاي تدور وكذا ديك. قالوا انا راني من مسعد وكذا ديك وجاي ندور على دين نسالو لبويك. ايه الامير عبد القادر. سبحان الله. قالوا هات لي البينه وخذ خذ واطلب. ايوه. ايه خذ حقك. ايه قالوا ابوي هاي وين الوثيقه. كي خزرها لقاها عرفها صحيحه. قالوا هذا التمر وهذا الشعير وكذا قداه سقموا. قالوا مانيش ندور على الصور ها واش هني. قالوا راه واحد قبض سمعني على السلاح وكذا وذيك وذيك وذيك. قالوا هذا بلا ما تجيب لي الوثيقه. قالوا كنت تجيني تقول لي فكوها. راح لفرنسا راح تفهموا الجوفرمون تاعهم. سمعت سبحان الله وكذا ذيك وفكوا منها.